سمعة ألعاب الفيديو بالوطن العربي جدا سيئة. كل ما نسمع أي خبر عن الألعاب على الأكثر بيكون سلبي، مثل إن ألعاب الفيديو تشجع العنف، أو واحد صار إرهابي من ببجي، أو إنه ألعاب الفيديو مضيعة للوقت، وغيرها كثير من الأخبار. وأنا للأسف شاركت بهالشيء، سويت فيديو 10 أشخاص ماتوا من وراء الألعاب، وسويت فيديو 10 أشخاص دخلوا على السجن من وراء الألعاب، والفيديوهين جابوا فوق 1,000,000 مشاهدة. فحاليا جاي أصلح الوضع بهالفيديو، جايب لكم 10 فوائد رهيبة لألعاب الفيديو، والفوائد اللي راح أذكرها كلها مبنية على أبحاث ودراسات علمية مو من عندي، وراح أحط لكم بوصف الفيديو مصادر الأبحاث هذه كلها. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أذكر أنه في giveaway شهري على القناة على مايكروفون وكاميرا احترافية، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معك. وقبل أن نبدأ حاب أشكر تطبيق أو منصة رين لرعايتهم لهالفيديو. تطبيق رين هو أكبر منصة لتداول العملات الرقمية بالشرق الأوسط، والشيء اللي يميز رين عن غيرها من التطبيقات هو الأمان. أولا لما تسوي حساب برين رح يطلب منك تحط صورة عن جواز سفر أو الهوية، وهذا الشيء عشان يتأكد جميع الناس برين ناس حقيقيين وما يصير أي نصب أو أي شيء ثاني. غير كذا رين مرخص من البنك البحريني المركزي، وثالثا عندهم دعم 24 ساعة. تطبيق رين بيدعم عملة البيتكوين، الإثيريوم، واللايتكوين، والريبل، والتثر، وأخيرا تشينلينك. وأكثر ميزة عجبتني برين هو أنه تقدر تودع أو تسحب فلوس عن طريق التحويل المصرفي، وتقدر تسوي هالشي بالدولار أو بعملتك المحلية. وغير كذا جميع التداولات بتطبيق رين موافقة للشريعة الإسلامية، ولو حملت الآن وسويت حساب فراح يعطوك 20 دولار بيتكوين مجانا عشان تبدأ التداول فيها. فيلا روح حمل وابدأ بالتداول، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. في المرتبة العاشرة اللاعبين أو الجيمرز بيكتسبوا مهارات من الألعاب بتخليهم أفضل من الناس العاديين في عدة مجالات. يعني على سبيل المثال، هل تعرف أنه الأطباء الجراحين اللي بيلعبوا ألعاب الفيديو أفضل من الأطباء الجراحين العاديين بنسبة 42%؟ وفي الدراسة بيقولوا السبب وراء هالشي أنه الجيمرز عندهم Eye Hand Coordination أو تناسق الحركة بين العين واليد أفضل من الناس العاديين، وهذا شيء طبيعي لأنه نحن كجيمرز منضغط عدة أزرار بجهاز تحكم الألعاب بدون ما نتطلع عليه ومنسويها بشكل تلقائي، والأطباء الجراحين بيحتاجوا هالميزة بشكل جدا كبير. عشان كذا الأطباء الجراحين اللي بيكونوا جيمرز بيكونوا أفضل من غيرهم بنسبة 42%. ومو بس بالطب والجراحة، لا، في دراسة ثانية بجامعة ليفربول جابوا فيها شوية لاعبين وشوية طيارين محترفين وخلوهم يتنافسوا على قيادة طائرات بدون طيار أو الدرونز، والنتيجة كانت صادمة. الجيمرز تحكموا بالطيارات أفضل من الطيارين المحترفين، يعني لاعبين ما عندهم أي خبرة بهالمجال كان أدائهم أفضل من ناس دارسين ومتخصصين بهذا المجال. واللاعبين قالوا التحكم بالطيارات كان شيء جدا سهل بالنسبة لهم لأنه متعودين بالألعاب يتحكموا بأشياء مشابهة إلها. وحملت فيديو توب 10 من فترة اللي هو 10 أرقام قياسية سووها اللاعبين. بهذاك الفيديو ذكرت قصة شخص اسمه إنزو بينيتو اتعلم قيادة السيارات من الألعاب وتنافس مع بطل العالم بالفورميلا بالحقيقة وفاز. فإي تقدر تكتسب مهارات جدا مهمة من الألعاب ورح تفيدك بعدة مجالات بالحقيقة. في المرتبة التاسعة ما عنا فائدة، بس في معلومة غلط منتشرة عن الجيمرز وجاي أصححها. الإعلام العالمي والعربي بالتحديد دائما بيربطوا العنف بألعاب الفيديو. متأكد أنه كلكم شفتوا شي مرة على الأخبار أو على الإنترنت أو برسائل واتساب أنه في شخص كان يلعب ببجي وبعدين صار إرهابي وانضم لداعش.
داعش أو شخص قتل أصحابه أو عيلته لأنه متأثر من الألعاب. وفي كثير أمثلة ثانية، بس ب 2017 إجوا علماء من جامعة سالزبورغ بالنمسا وسووا دراسة عشان يشوفوا هل فعلا ألعاب الفيديو بتخلي الشخص عنيف أو إرهابي ولا لا. فجابوا 14 شخص جيمرز وكانوا كل الألعاب اللي بيلعبوها ألعاب أكشن وفيها عنف ودم وما شابه، وجابوا 14 شخص ثانيين مو جيمرز ولا بعمرهم لعبوا ألعاب، وحطوا الفريقين تحت جهاز الرنين المغناطيسي عشان يراقبوا أدمغتهم. بعدين خلوهم يشوفوا مقاطع وصور حقيقية فيها عنف ودم وقتل بشكل جدا كبير، وكانت المفاجأة أنه ردة فعل الفريقين نفس الشيء بالضبط. يعني شافوا أن القسم اللي في الدماغ اللي مسؤول عن العنف والعواطف اتأثر وانزعج عند الاثنين بنفس المستوى. فهذا أكبر دليل أنه ألعاب الفيديو ما بتخلي الشخص عنيف، لأن مخ الجيمر استجاب لمشاهد العنف الحقيقية مثل الشخص العادي. فهذا يعني أنه اللاعبين بيعرفوا يميزوا بين الحقيقة وبين ألعاب الفيديو. في المرتبة الثامنة، ألعاب الفيديو بتقوي ذاكرتك بشكل جدا كبير. وفقا لموقع Medical News Today، في دراسة صارت جابوا فيها عدة شباب أعمارهم بين 20 و 30 سنة، وكان بعضهم جيمرز وبيلعبوا ألعاب من هم وصغار، وبعضهم ما بيلعب ألعاب أبدا. وسووا عدة دراسات عليهم وشافوا أنه كل الأشخاص اللي بيلعبوا ألعاب ذاكرتهم أفضل وأقوى من الناس اللي ما بيلعبوا ألعاب أبدا. وبنفس الدراسة قالوا أنه إذا شخص ذاكرته ضعيفة فممكن يقويها باستعمال الألعاب. وعرفوا هالشي عن طريق أنه جابوا بعض الناس يلي عندهم مشاكل بالذاكرة وبدهم يتعالجوا، وقسموا هالأشخاص إلى فريقين. القسم الأول عالجوا باستعمال التحفيز المغناطيسي، وهذا جهاز معروف أنه ممكن يعالج مشاكل الذاكرة. والقسم الثاني خلوهم يلعبوا يوميا مدة ساعة على مدى 15 يوم، والنتيجة كانت مفاجأة. الناس اللي لعبوا ساعة على مدى 15 يوم استفادوا وصارت ذاكرتهم أقوى أكثر بكثير من الناس اللي استعملوا جهاز التحفيز المغناطيسي. وإذا هالدراستين ما بيكفوا عشان تصدق، فعندنا دراسة ثالثة بتقول إنه الكبار يلي عمرهم فوق 60 سنة وكانوا جيمرز أو لاعبين، فنسبة إنه يصابوا بمرض الزهايمر أقل ب 75% من الكبار يلي ما بيلعبوا ألعاب. واللي ما بيعرف، مرض الزهايمر بيصاب الكبار وبيخليهم يفقدوا الذاكرة. فهي 3 دراسات مختلفة بتأثبت إنه ألعاب الفيديو بتقوي ذاكرتك بشكل جدا كبير. في المرتبة السابعة، في دراسة لجامعة كاندا اليابانية بتدل إنه ألعاب الفيديو هي أفضل وسيلة لتعلم اللغة الإنجليزية للناس اللي ما بتكلموا إنجليزي أو الإنجليزية هي مو لغتهم الأولى، يعني مثلنا نحن العرب واليابانيين وكتير ناس بالعالم. بس بالدراسة قالوا إنه مو أي ألعاب بتحسن اللغة الإنجليزية، لا، الألعاب القصصية، يعني الألعاب اللي يكون فيها طور قصة أو ستوري، نفس Red Dead Redemption، The Last of Us، The Witcher وغيرها كتير من الألعاب القصصية. وبالدراسة قالوا إنه 9 جلسات لعب، كل جلسة فوق 80 دقيقة وبتركيز، كان لها تأثير أقوى من سنة كاملة لتعلم الإنجليزي بالمدارس، متخيلين؟ وبالدراسة قالوا إنه الأطفال كانوا عم يلعبوا ألعاب باللغة الإنجليزية مع ترجمة كتابية بالياباني. فأنصحكم تسووا نفس الشيء، لو تكونوا تلعبوا أي لعبة قصة العبوها بالإنجليزي، لا تلعبوا بدبلجة عربية، وحطوا ترجمة كتابية عربي، وهذا الشيء رح يقوي لغتكم الإنجليزية بشكل ملحوظ. في المرتبة السادسة، لما تكون مشغول ومضغوط بشيء معين، يعني مثلا عندك اختبار بكرة وقاعد تدرس طول اليوم عشان تلحق تخلص المادة، أو مثلا عندك شغل لازم تسلمه قبل وقت معين فرح تضل تشتغل طول اليوم عشان تلحق تخلصه، هذا الشيء عادة بسبب ارهاق بشكل جدا كبير، سواء الدراسه او الشغل. وفي كتير دراسات طلعت انه في حال مريت بهالموقف فجدا مهم تسوي ديسترس. وديسترس معناه انك تاخذ بريك عن الشغل او الدراسه لنص ساعه الى ساعه وترتاح فيهم وتسوي شيء خلال هالساعه يخفف عن نفسك الضغوط. طيب شو دخل ألعاب الفيديو بالموضوع؟ في بحث علمي على جريدة سيج العلمية كانوا بدهم يعرفوا فيه شو أفضل شيء يقدر الواحد يسويه خلال وقت الراحة من الدراسة أو الشغل، ووصلوا إلى نتيجة إنه الجيمينج أو اللعب هي
أفضل شيء ممكن الواحد يسويه بوقت الراحة عشان يحسن مزاجه وعشان يخليه يرجع يشتغل أو يدرس بكفاءة أعلى بكثير. جربوا كتير أشياء، جربوا إنه الواحد يشوف فيلم، إنه الواحد يعمل رياضة، إنه الواحد ياخد شاور، طلع معهم إنه اللي بيستغل وقت فراغه بألعاب الفيديو بيرجع بيشتغل بكفاءة أعلى من أي حد ثاني. في المرتبة الخامسة في دراسة أو بحث صارت على 4000 طالب مدرسة وجامعة في أمريكا، وصارت من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وكان هدف هالدراسة يشوفوا أي نوع من طلاب المدارس والجامعات أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول والمخدرات. ووصلوا إلى نتيجة إنه الطلاب الجيمرز أو اللاعبين هم أقل عرضة لهالشيء، يعني نسبة الطلاب اللي كانوا جيمرز بنفس الوقت بيدخنوا أو بيشربوا كحول أو يتعاطوا مخدرات جدا قليلة بالمقارنة مع الطلاب اللي ما بيلعبوا. ولو بتفكروا فيها شيء جدا منطقي، الشخص اللي يلعب أو الجيمر رح يقضي معظم وقته جالس بالبيت بجانب أهله وعائلته وعم يلعب ألعاب الفيديو، على عكس غير الجيمر، إذا واحد ما بيلعب وعنده وقت فراغ فرح يقضيها برا البيت مع أصحابه، وممكن تصير كتير أشياء منها دخان ومخدرات وأشياء أسوأ من كذا. فإيه؟ كل ما يخانقوك أهلك على اللعب ورجيهم هذه الدراسة. في المرتبة الرابعة الناس ماخدين فكرة إنه الجيمر متوحد، يعني بيقولوا شوفوا هذا الجيمر جالس طول اليوم عم يلعب ألعاب وما عنده حياة اجتماعية ولا أصدقاء المسكين، وهذا أبعد ما يكون عن الصحة. موقع PEW Research Center العلمي سوى بحث عن هالموضوع وطلع معاهم إنه 91% من اللاعبين اللي بيلعبوا أونلاين بيلعبوا مع أصحابهم، يعني من كل 10 لاعبين أونلاين 9 بيلعبوا مع أصدقائهم طوال اليوم وبيسولفوا معهم وكانوا قاعدين معهم بالحقيقة. وبتقول الدراسة إن 89% من الناس اللي بيلعبوا مع أصحابهم بيكونوا تعرفوا عليهم من خارج الألعاب، سواء المدرسة أو جامعة أو شغل، بس بسبب الألعاب صارت علاقتهم قوية وصاروا أصدقاء. ومتأكد إنه معظمكم رح يأيد هالشيء، يعني أنت تعرفت على صديقك بالمدرسة أو الجامعة وبعدين لما عرفت إنه جيمر صرت قريب منه وصرت تلعب معه يوميا. وكمان بالدراسة قالوا انه 54% من اللاعبين اتعرفوا على اصحابهم جوا العاب الفيديو، يعني شخص ما قابلته بحياتك فقط تعرفت عليه جوا لعبة وصار صاحبك وخويك. فإيه العاب الفيديو هي اكتر وسيلة ممكن تكون فيها صداقات. وعلى فكرة في كتير دراسات بتأثبت انه الجيمر ما له متوحد ولا منعزل، بالعكس الجيمرز بيكونوا اجتماعيين وعندهم اصحاب، بس للأسف مع كل هالدراسات والارقام الى الان المجتمع بياخد نظرة عن اللاعبين انهم وحيدين وما عندهم اصدقاء ومعزولين. في المرتبة الثالثة العاب الفيديو ساعدت في علاج بعض الاشخاص اللي عندهم امراض نفسية. ايه مثل ما سمعتوا، في بحث على الموقع العلمي British Medical Journal وبيقول بحث ان العاب الفيديو ساعدت في علاج كثير ناس من الاكتئاب. طبعا عرفوا هالشيء لانه سووا دراسة حاولوا معالجة بعض الناس اللي عندهم اكتئاب بالطرق التقليدية اللي هو يروح عند دكتور نفسي ويكلمه، وحاولوا معالجتهم بألعاب الفيديو وشافوا ان تأثير الألعاب كان اكبر بكثير من الطبيب النفسي. اي مثل ما سمعتوا، ألعاب الفيديو كان إلها دور اكبر بعلاج الاكتئاب من الطبيب النفسي والأدوية. وغير كذا في دراسة ثانية جابوا فيها ناس عندهم مرض السكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية بالعربي، وكانوا بدهم يشوفوا ردة فعل أدمغتهم مع ألعاب الفيديو، فخلوهم يلعبوا عدة ألعاب وأثناء اللعب كان عم يصوروا نشاط أدمغتهم بجهاز الرنين المغناطيسي. وكانت المفاجأة إنه جميع المرضى اللي شاركوا بالدراسة شافوا ردة فعل إيجابية على أدمغتهم أثناء اللعب، وحتى المرضى نفسهم اللي عندهم انفصام قالوا إنه حسوا براحة كبيرة أثناء اللعب. اللي عنده انفصام بالشخصية بحس إنه في شخصين بداخله، بحس إنه في شخص عم بيكلمه بس مو هو، فبحس في أصوات عم تتكلم معاه دائما. فقالوا المرضى أنه أثناء اللعب خفت الأصوات بشكل جدا كبير وما حسوا أنها موجودة. فإيه هي إثباتات علمية أنه ألعاب الفيديو ممكن تعالج بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب وانفصام الشخصية وغيرهم. في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى
عنا فائدتين لألعاب الفيديو بس حاس إنهم قريبين لبعض جدا فعشان كذا حطيتهم بنفس المرتبة، واللي هما أولا ألعاب الفيديو بتزيد ذكائك ومثبت هذا الكلام علميا، وثانيا ألعاب الفيديو بتخليك تدرس أفضل وتكون متفوق بالمدرسة أو الجامعة. ممكن حد حاليا عم يقول إنه مستحيل هذا الكلام صحيح، في دراسة شاركوا فيها عدة أطباء من كندا، في هالدراسة جابوا جيمرز أو لاعبين كبار وخلوهم يلعبوا لعبة سوبر ماريو، وأثناء اللعب كانوا عم يراقبوا نشاط دماغهم وشافوا إن أثناء اللعب عم تزيد المادة الرمادية والبيضاء بالدماغ الجراي والوايت ماتر، وعلى حسب ما فهمت فهذا الشيء يعتبر جدا كويس، لأن وقت يزيدوا هالمواد معناته المخ قاعد يشتغل ويفكر، وبالتالي هذا الشيء بيساعد بنضوج العقل وبزيادة كفاءته. وما لقوا هالشيء بواحد أو اثنين، لا جابوا كتير جيمرز كبار صلهم فترة عم يلعبوا وعملوا لهم صور وطلع تقريبا كلهم عندهم هذا الشيء. وفي دراسة ثانية بجامعة نيويورك لقوا فيها ترابط وعلاقة جدا كبيرة بين مستوى ذكاء الشخص وبين أداء في ألعاب الأونلاين، يعني لقوا إن كل ما كان الواحد لعيب في ألعاب الأونلاين أكثر كل ما كان مستوى ذكاء بشكل عام أعلى. بس عملوا الدراسة على ألعاب الشوتر والموبا فقط، اللي هي ألعاب الشوتر نفس ببجي كول أوف ديوتي وغيرها، وألعاب الموبا نفس ليج أوف ليجندز دوتا وغيرها من ألعاب الاستراتيجية. طيب وبالنسبة للمستوى الدراسي، ففي بحث لجامعة كولومبيا لقوا فيها إنه الأطفال اللي بيكبروا على ألعاب الفيديو بيكون مستواهم الدراسي أفضل وأعلى من البقية، بس طبعا اللي بيلعبوا لعب معتدل مو طول وقتهم على الألعاب. طيب ممكن حد يقول هالكلام فقط بالأطفال، بس بالنسبة للكبار لو لعبوا ألعاب أكثر فراح يكون مستواهم الدراسي سيء صح؟ لا غلط، عنا دراسة ثانية من جامعة American Psychology قالوا إنه لقوا ترابط كبير بين الناس اللي بيلعبوا ألعاب RPG واستراتيجية وبين تفوق دراسي على المستوى الأكاديمي. فإيه هاي أربع دراسات بتأكد إنه ألعاب الفيديو بتزيد مستوى ذكاء الشخص وبتزيد من مستوى الدراسي. فإيه يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو الفائدة اللي ذكرتها بهالفيديو يلي انت مريت فيها شخصيا واستفدت منها. اتمنى تشاركونا هالشي بالتعليقات. وقبل لا انهي بس حاب اقول انه صحيح في كتير فوائد لألعاب الفيديو، بس هالفوائد راح تيجي اذا لعبت بالقدر المضمون، بينما لو افرطت باللعب وقضيت يومك كله عم تلعب فالفوائد هاي كلها راح تنقلب الى سلبيات وما راح تستفيد اي شيء. فايه تأكدوا انه تلعبوا بوقت محدد ولا تخلوا اللعب يشغلكم عن الدراسة عن الصلاة والأشياء الثانية المهمة. كان معكم بشار كيال بشركة كيش، كم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.